صباح الخير لكم زملائي أكيد، وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج فلسطين هذا الصباح. اليوم رح نتعرف على الطباعة المائية، طباعة جديدة سنتعرف عليها في المحافظات الجنوبية. ابتدأ هذا المشروع عمر العسولي اللي رح نتعرف معه أكثر. صباح الخير عمر. الله يسعد صباحكم يا رب. عمر، خلينا في البداية نعرف المشاهدين الكرام شو هي الطباعة المائية، شو بتختلف عن الطباعة العادية؟ تكنولوجيا الطباعة المائية هي من أحدث تكنولوجيات الطباعة في العالم، نظرا لقوتها وثباتها وصلابتها على الأجسام. طبعا تختلف عن الطباعة العادية بكونها تصلح للطباعة على الأجسام، سواء الحديد، الجبس، الخشب، الألمنيوم، النحاس، أي جسم صلب يمكن الطباعة عليه، أو أي جسم ممكن أنه يتم تخليصه الماء ممكن الطباعة عليه. جميل. الطباعة المائية احنا لاحظنا من خلال متابعتك بأثناء العمل بأنه هي قديمة حديثة، يعني بتستخدم نظام الأفلام، نظام تحميض الصور، يعني شبيه بهذه الفكرة ولكن بطريقة مطورة بحيث أنه هي تصلح لجميع الأجسام. خلينا نحكي عن هاي الفكرة، كيف أنت استثمرتها بحيث أنه هي تكون مناسبة وملائمة لطبيعة التطور في الحياة العصرية الموجودة اليوم؟ طبعا الطباعة المائية موجودة منذ زمن، يعني في الشرق الأوسط تقريبا من 4 أو 5 سنوات، فضل الله عز وجل. هي طبعا لم تكن متوفرة داخل فلسطين، فضل الله عز وجل استطعنا توفيرها، نظرا لأنه أغلب الناس عندنا بتحب الشغلات الجمالية، الشغلات الإبداعية، أيضا المجال واسع وممكن الإبداع فيه بشتى الطرق. جميل، أنت تحدثت بأنه هي ممكن استخدامها في شتى المجالات، شو أبرز المجالات اللي إحنا ممكن نستخدم فيها الطباعة المائية، وبشو سهلت وسائلها أو طريقة استخدامها عن الطباعة العادية؟ شو اللي وفرت لكم هاي الطباعة؟ يعني المجالات الطباعة المائية زي ما حكينا ممكن الطباعة على أكثر من جسم، مثلا في حياتنا اليومية ممكن الطباعة على جنطات السيارات، دواخل السيارات، في البيوت بعض الأجهزة الكهربائية اللي ممكن احنا نطفى عليها طابع جمالي، شغلات متعددة. يعني ايش بخطر على البال، في شغلات موجودة في حياتنا اليومية ممكن الطباعة عليها. جميل كتير. عمر، يمكن عشان كمان تكون الصورة أكثر قربا للمشاهدين الكرام اللي بيحضرونا لليوم، خلينا نفرق في آلية الاستخدام أو في آلية العمل بين الطباعة العادية وبين الطباعة المائية، كيف بتتم تفاصيل العمل؟ تفاصيل العمل بتم بعد أخذ الجسم المرض طباعته، بتم تأسيسه ودهانته بمواد الدهان الأساسية، من ثم وضع الفيلم على سطح الماء، من ثم رش المادة المنشطة الأكتوفيتور، من ثم طباعة الجسم المرض طباعته. يمكن هذا اللي بيسهل عليك استخدام القطع حتى لو كان حجمها ذات حجم كبير. صحيح. تمام، نحكي عن هذا المجال، كيف ممكن نستثمره أو كيف عمر العسولي استثمر هذا المجال بحيث أنه هو يصنع اسم في عالم الطباعة المائية وفعلا يصل لكثير من الأشخاص اللي بفضلوا هذا النوع من الطباعة أو بحاولوا أنهم يضيفوا لمسة جمالية مختلفة على القطع الموجودة عندهم سواء بالبيت أو بالسيارة أو بخلافه؟ طبعا من خلال العينات اللي تم عملها لبعض الزبائن، بعد تجربتها وثبات نجاحها وقوة صلابتها، كان في إقبال من الناس إنه شغلة جديدة مش موجودة في القطاع قبل هيك، فقط كانوا بيشاهدوها على اليوتيوب وسائل التواصل الاجتماعي. بعد التجربة والممارسة للعمل بفضل الله يعني كان في إقبال شديد عليها من الناس. طيب، نحكي عن النقطة الأولى لانطلاقك من خلال هذا المشروع، كيف بلش عمر أو كيف تدربت على هذا الشغل، وهل فعلا كنت متخوف من فكرة النجاح أو الفشل في هذا المشروع؟ وصراحة في البداية يعني نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة اللي مر فيها قطاع غزة، كان لابد أن واحد يكون فيه له مشروع شخصي أو خاص يعني يوفر له دخل شهري، كان التوجه نحو مشروع غير تقليدي، نظرا لأغلب المشاريع التقليدية داخل قطاع غزة تحتمل نسبة نجاح ونسبة فشل عالية، فكنا حابين يكون في مجال جديد مش موجود مش متوفر حتى نحصل على نسبة نجاح أعلى. كيف وقع اختيارك على هذا المشروع بالتحديد أو على هاي الفكرة؟ هل كنت فعلا على استعداد أنه أنت تتعلم كل التقنيات وكل الخطوات الجديدة وتطور من نفسك أكثر؟ طبعا الفكرة حصلنا عليها بعد البحث على وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب، بحثنا أكثر في الموضوع، تعمقنا، شفنا إيش المواد المطلوبة، إيش الشغلات المتوفرة، الشغلات الغير متوفرة، الشغلات اللي إحنا ممكن نوفرها داخل القطاع. بعد ما الإمكانيات كلها أصبحت متاحة بدأنا في هذا المشروع. جميل. بعض المواد اللي أنت بتستخدمها من خلال الطباعة المائية أو بعض الأجهزة قمت أنت بتصنيعها هون بالداخل، وبعضها قمت باستيرادها من مصر الشقيقة، نتحدث عن هاي الخطوة، قد كان في ترقب، قد كان في تشوق أنه أنت تبدأ وتبلش المشروع وفعلا تكون كل المواد متوفرة وموجودة؟
صحيح، احنا في بعض المواد كانت غير متوفره داخل القطاع، في مواد صعب جدا انه احنا نوجد لها بديل في الداخل. طبعا الافلام استطعنا احنا استيرادها من مصر، الاكتوفيتر والماده المنشطه طبعا ممنوع تدخل، فبفضل الله عز وجل يعني بعد استشاره اصحاب الخبره في هذا المجال استطعنا توفير بديل عنها. الجهاز المائي هذا تم تصنيعه هون بالداخل بقطاع غزه؟ حوض الطباعه المائيه تم تصنيعه داخل غزه. جميل كتير. نحكي هلأ عن الأشكال، عن الألوان، وأيضاً قد ردود الأفعال بتكون من المواطنين، ردود أفعال جميلة بأنه لا فعلاً استمر، بدنا قطع فنية، أو قد بتكون أحياناً الأفكار بتجيك غريبة لتنفيذها؟ طبعا الاشكال المتوفره تتناسب مع جميع الاذواق، يعني نبدا بالاشكال الكربون، اشكال الخشبيات، الابانوس، الرسوم، النقشات العاديه، بالاضافه الى الرسومات والالوان وشغلات هذه. طبعا يعني احنا الطباعه المائيه كانت متوفره موجوده عندنا من زمان في بعض دواخل السيارات، في بعض الشغلات الموجوده في حياتنا، لكن كان صعب انه احنا نجددها او نوجد بديل عنها. لو خربت، لو تلفت، الشغلات القديمه اللي بدل ما احنا نرميها ممكن بالطباعه المائيه نعيد نطفي لها الحياه من جديد، يعني باشكال ورسومات جميله جدا وطابع مميز. يعني هذه كمان الحرفه، خلينا نحكي، بتشجع المواطنين على اعاده احياء او اعاده احياء القطع القديمه الموجوده عندهم واللي بالعاده مش حابين انهم يستغنوا عنها. طبعا صحيح. عمر، بدنا نحكي عن فكرة هذا المشروع، هل هو من التقنيات أو من الأشياء المستخدمة تعتبر مكلفة نوعا ما على المواطن الفلسطيني أم تكلفتها جيدة؟ لا بالعكس، تكلفتها متوسطة جدا في أسعار الدهانات العادية والأمور الموجودة. كيف ممكن نشجع أو نطور أفكار جديدة، مثلا نشجع فيها الأهالي أو ربات البيوت أحيانا على تجديد بعض القطع الموجودة في المنزل؟ يعني حاليا يمكن قطع محدودة اللي بتم فيها إضافة الطباعة المائية، شو ممكن يكون في قطع جديدة بتستخدم فيها الطباعة المائية بصير شكلها أكثر جمالية ومستحدث أكثر؟ زي ما حكينا، أي شغلة في البيت يعني قديمة أو غير مرغوبة بشكلها ممكن بالطباعة المائية نوجد لها شكل أحلى مما كانت عليه حتى في الشكل الأصلي. أغرب القطع اللي وصلت لعمر وقرر فيها أنه يتم استخدام الطباعة المائية فيها؟ الاستشوار، التيرموس تبع القهوة، شغلات زي هيك. جميل كتير. بتحس أنه السيدات أكثر إقبال على هذا المجال أم الرجال؟ يعني خاصة أنه في رجال إحنا بنشوف أنه بيقبلوا على تجديد السيارات أو إطارات السيارات الخاصة فيهم. الإقبال من الرجال أكثر بحكم استخدامهم للسيارات أكثر وامتلاكهم للسيارات. لسه ستات البيوت ما دخلوا على الخط بتجديد الأثاث المنزلي الخاص فيهم؟ لا، لسه في الطريق إن شاء الله. احنا بنتمنى طبعا انه سيدات البيوت كمان يفوتوا على الخط، وانه الاطفال يكون في لهم شيء خاص فيهم بعناصر وبالوان مختصه فيهم. شو الرساله اللي بتحكيها للشباب اليوم اللي بيتابعوك؟ شو بتحكي للمجتمع الفلسطيني اللي بيشاهدك، اللي ممكن يكون عندك في رساله خاصه فيه لكيف انه يتحدى البطاله، يتحدى المشكلات والصعاب اللي بيعاني منها بشكل دائم؟ رسالتي للشباب انه ما يستسلموش لواقع غزه او لواقع البطاله الموجود، ويسعى دائما انه يوفر لنفسه مصدر رزق بديل عن البطاله. احنا بدنا نشكرك على استضافتك لنا لليوم عمر العسولي، وعلى مشروعك الجدا مميز، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا، بارك الله فيك وعلى تواجدكم معنا. شكرا لك اكيد. ومشاهدينا الكرام، بدنا نتشكركم على هذه المتابعه الطيبه اللي تعرفنا فيها على الطباعه المائيه والتي وجدت لاول مره في المحافظات الجنوبيه. طبعا من هنا من خان يونس جنوب قطاع غزه نحييكم ونوصل كل التحيات لمشاهدينا الكرام، وايضا اليكم زملائي من جديد، نعود لاستكمال برنامج فلسطين هذا الصباح ويسعد